سؤاله السادس يقول: أرجو إرشادي إلى الكتب التي ترغب في الجنة ونعيمها وتحذر من النار وعذابها، تشتمل على ترغيب وترهيب. في مطلع ذلك كتاب الله عز وجل. نعم، عليك أن تقرأ القرآن العظيم وأن تتدبر فيه، ففيه الترغيب في الجنة والأعمال الصالحة، وفيه التخويف من النار والنهي عن الأعمال التي توصل إليها. فالقرآن العظيم مشتمل على الوعد وعلى الوعيد، نعم، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. عليك بالإكثار من تلاوة القرآن العظيم بتدبر وتفهم لما يطلبه القرآن من المسلم. وكذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب والترهيب، وفي مطلع ذلك كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، إنه كتاب نفيس عقد فيه الأبواب الترغيب والترهيب، وأورد فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. فعليك باقتناء هذا الكتاب والإكثار من قراءته، وكذلك رياض الصالحين للإمام الحافظ النووي. جزاكم الله خير الجزاء.